حكايات اتكلم واحنا هنسمعك محدش يقدر يمنع. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، ويا رب كل مصر والامه الاسلاميه والعربيه بخير وصحه وسلامه. النهارده ان شاء الله حابين نتكلم مع حضراتكم على انتخابات المرحله الثانيه، وايه اللي هيتم فيها، وايه المرشحين. وطبعا في البدايه نبارك للناس اللي نجحوا في المرحله الاولى، ربنا يوفقهم وربنا يعينهم على المسؤوليه. احنا النهارده معانا مرشحه، هي سيده قررت ان هي تخوض انتخابات، وهنعرف منها ايه هو ملامح البرنامج بتاعها وليه رشحت نفسها. مروة عرفي بقى بس في البداية مساء الخير مشاهدينا. بس في البداية هنرحب بدكتورة أماني، مرشح في مجلس النواب قائمة أبناء مصر عن محافظة الشرقية شرق الدلتا. أهلا بك يا دكتور أماني. منورانا دكتور، أهلا بس وسهلا. في البداية كده عايزين نعرف حضرتك للناس، مين الدكتورة أماني؟ الدكتورة أماني إنسانة بسيطة جدا، واحدة من وسط الشعب كله. هي حاصلة على ماجستير في القانون العام، ومعها دكتوراه من جامعة برنتفورد الأمريكية، ومتزوجة. جوزي نائب مدير في البنك الأهلي. عندي أولاد 4، ولدين وبنتين. عندي مهندس في البترول، وعندي أستاذة متخرجة من دفعة 2019 خريجة حقوق الزقازيق وبتحضر ماجستير. عندي دكتور صيدلي في سنة تالتة كلية صيدلة. عندي بنتي الرابعة في تانية كلية حقوق إنجليش. ما شاء الله. طب دكتورة، يعني الناس بتتساءل أكيد في الدائرة عن حضرتك، ليه حضرتك رشحت نفسك؟ هو أنا رشحت نفسي بصراحة مش عايزة منصب أو عايزة جاه، لا، أنا رشحت نفسي بناء عن مجموعة كبيرة من الناس عندي في الدايرة. أنا معاهم وفصتهم ونفس الطبقة الوسطى اللي هم فيها، بخدمهم، بشوف مصالحهم، فهم حبوا أن أنا أوصل صوتهم ومشاكلهم لحد أعلى. فعشان كده هم اللي قالوا لي رشحي لنفسك لمجلس الشعب، انت الوحيده اللي ممكن تمثلينا او تعرفي تتكلمي عننا، لان انت من نفس الطبقه بتاعتنا. طب دكتوره اماني، حضرتك سيده، هو طبعا بغض النظر انت اكيد هتخدمي سيده او رجل، بس حابين نعرف من حضرتك كسيده هتقدمي ايه للمراه في الدايره الانتخابيه بتاعت حضرتك. أستاذة مروة، أنا أساسا وكيلة شؤون القانونية بحزب أبناء مصر في أمانة المرأة. تمام. ففعلا احنا قدمنا خدمات كتير للمرأة وساعدناها، وزي ما السيد الرئيس قال عبد الفتاح السيسي ان المرأة نص المجتمع، بل بالعكس المجتمع كله، لان هي اللي بتخرج جيل صالح يقدر يقود المجتمع. قدمنا خدمات، يعني عملنا بروتوكولات مع وزراء كتير، وزارة التضامن، وزارة القوى العاملة، عملنا بروتوكولات مع عملنا للغارمات مشاريع، عملنا كمان بالنسبة للصحة للمرأة. عملنا اكيد هتخدم الرجال برضك، بس الاول في المرأة. يعني عملنا للشباب كمان برنامج تشغيل الشباب، وعملنا بروتوكول، بس طبعا في حاجات اتنفذت على ارض الواقع وفي حاجات لسه ما اتنفذتش لان لها برنامج زمني محدد. وطبعا كورونا دي عطلت الكل، لان الكلام ده في عندك كمان مشاريع، المفروض مشاريع تشغيل الشباب دي وقفت بسبب موضوع الانتخابات حاليا، وان شاء الله نستكملها بعد الانتخابات ان شاء الله. طب دكتوره، ممكن ناخد نبذه سريعه كده عن ملامح البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك؟ هنعرف الاول ملامح حضرتك الانتخابيه كامله بس بعد الفاصل. هناخد فاصل سريع وراجعين لكم تاني، ولسه مكملين معاكم. رحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وكان سؤالنا للدكتورة أماني، ما هي ملامح البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك؟ ملامح البرنامج الانتخابي بتاعنا، القايمة بتتكلم كلها يعتبر بصوت واحد. ايه هو؟ ان احنا بنتكلم في التعليم، الصحة، البطالة، الشباب، المرأة،
الفلاح عندنا كذا خطة عمل المفروض ان احنا بإذن الله برنامج لنا محددينه بعد نجاح البرنامج الانتخابي بتاعنا بإذن الله، اللي وعدنا بيه الشعب كله بإذن الله هنعمله له. أول حاجة حضرتك، أول إن شاء الله كده ما تنجحي في المرحلة دي خلاص ونعديها، أول حاجة حضرتك هتعمليها إيه في كل دول؟ هتبدأي بإيه بالظبط؟ هبدأ بالشباب. تمام. هبدأ بيه لأن بنسبة البطالة عالية جدا، ارتفعت جدا. وفي حاجة يعني عايزة أقولها، إن الشباب عنده استعداد يشتغل في أي مجال، بدليل عندنا حاجة زي أوبر وكريم، ده مثال. ما هو مش كل عندك خريجين برضك، دي يعني رسالة برضك للشباب. ما هو فضل. يعني هو اتخرج من الكلية، في شباب حاطط في دماغه إن هو عايز يشتغل بالشهادة بتاعته، وده مش حقيقي. لا، ما فيش حد بيشتغل بالشهادة بتاعته. لا حضرتك، هو المفروض يشوف سوق العمل محتاج إيه. تمام. ما عشان كده إحنا هنأهله لسوق العمل، يعني هنأهله ان دلوقتي المفروض ان زي في مشاريع كتير مش ضروري الشغل الإداري. تمام. او عندك كمان العاصمة الإدارية الجديدة بتستوعب عمالة كبيرة جدا ومهندسين من جميع اطياف المجتمع وغير المهندسين كمان. يعني العمالة اليدوية، بالنسبة للعمالة، ما انا بقول لحضرتك العمالة الحرة، العمالة اللي هي اليدوية دي بتستعملها، يعني محتاجاها، ممكن تستوعبها. بالنسبة للشباب يعني مثال زي ما انا قلت لحضرتك بتاع اوبر وكريم، عندي جامعات كتير قوي خريجين الجامعات وبيشتغلوا فيه. في شباب يقول لك انا خدت كورسات كتير قوي وبرضك مش لاقي شغل، تفتكر حضرتك ايه السبب في كده؟ هو خد كورسات غلط ولا درس حاجات غلط؟ لا هو مش الكورسات غلط، هو حاليا دلوقتي الجامعات بتخرج اعداد كبيره جدا، سوق العمل مش محتاج منها غير حاجات معينه، فالمفروض احنا بنأهل، بنشوف احتياجات سوق العمل ايه اللي هو عايزه، وبنبدا نرتب عليه الخريجين. لكن دي احنا مهمة عملنا جداً العكس. النقطة دي مهمة جدا يا مروه. احنا عملنا احنا بنعمل العكس حاليا. طب ده عن طريق بقى الدراسه من خلال الكليه المفروض، واحنا في خطه في التعليم المفروض. في خطه التعليم المفروض نبقى عارفين احتياجات سوق العمل، احتياجات سوق العمل بناء عليه بندي بنأهل الطالب او الخريج اللي هيبقى طالع انه هيلاقي شغل بسلاسه، يعني مش زي ما هو حاسس ان هو طول الوقت بيعاني علشان يلاقي شغل. عشان دلوقتي حضرتك برضو القوى العامله هي نشرح له كل الفروع، ان احنا ممكن لما تتخرج هتعمل كذا، هتلاقي كذا، هتدور في كذا. فعلا حضرتك استاذه مروه كلامك صح، احنا المفروض ان احنا بنأهله، بنقول له ان سوق العمل طالب ايه، فبنحدد له البرنامج بتاعه اللي هو ممكن من خلاله يخش الكليه اللي هي فعلا تأهله لسوق العمل اللي هو عايزه. تمام. طب دكتوره، يعني نقول مين المرشحين في القائمه اللي حضرتك تتمنى ان هو ينجح؟ انا برشح بصراحه الدكتور مدحت، المهندس مدحت بركات اللي هو رئيس الحزب، لانه هو فعلا بالفعل رشح نفسه في دايره الخليفه، ومحبوب جدا وخدمي جدا وبيساعد الناس كلها. ولو حضرتك استاذ محمد عايز تتاكد من كلامي، ممكن تنزل بالكاميرا الخليفه وتشوف الشارع هناك، هتلاقي كله كان مؤيده، بس هو اتنازل عن الترشيح بتاعه لاني طبعا هو رئيس الحزب عندنا ولازم يكون مع القايمه ولازم يدعمها، فما كانش هيفضى ان هو يكمل ترشيحه. دكتورة أماني، كنت برضك عايزة أعرف من حضرتك، إحنا أكيد بنتمنى لك النجاح وكل حاجة، بس عايزين نعرف برضك ملف الصحة. إحنا شايفين الصحة اليومين دول إلى حد ما وكمان موضوع كورونا، الكورونا داخلة. هل التجهيزات اللي إحنا ممكن نقوم بيها إيه يعني؟ هو إحنا بالنسبة لملف الصحة، هو فعلا في دخل علينا كورونا بشديدة، يعني موجة تانية، ربنا يسهل وما تجيش خالص، ربنا يسهل طبعا ويحمي الأمة العربية كلها بخير يا رب والعالم كله. احنا يعني في طبعا كان الموجة اللي فاتت كان فيها بعض خلل، فبإذن الله هنحاول ان احنا نعدله، يعني نوسع في المستشفيات، في الأماكن اللي هي ما كانش فيها مكان يروحوا فيه، في طبعا كان حجر صحي ما كانش بيبقى لهم مكان، بيضطروا ان هم يروحوا البيوت، فهنحاول نوسع في المستشفيات وأماكن كتير نحجزها لهم ونحاول نوفر لهم العلاج. تمام. دكتورة، احنا هنعرض على حضرتك دلوقتي صور، وعايزين تعليق حضرتك على الصور دي. تمام. الصور جاهزة يا شباب؟ طب نستاذك نعرضها؟ الصورة الأولانية دي كانت ايه مناسبتها وكانت فين؟
حضرتك ديت كانت عندنا في مقر الحزب، وكانت على أساس بنقدم البرنامج الانتخابي بتاعنا أول ما القائمة بتاعتنا قبلت. في صور تانية يا شباب؟ أيوة. دي فين دي يا دكتور؟ لا ديت كان في مؤتمر في بوردين وإحنا رحنا حضرناه، كان العمدة والي محمد والي هو اللي كان عازمنا هناك وعمل لنا مؤتمر، لأن شباب بوردين كلها عايزة وجه جديد وجيل جديد وعايزة دم جديد. دي فين دي يا دكتور؟ حضرتك جبت منين الصور دي يا استاذ محمد؟ فريق الاعداد بقى بنشكرهم على ده الدكتور خالد الشريف ده من على جنوب من سيناء. على الشمال؟ اللي جنبي ده من دكتور خالد ده مسؤول عن ايه؟ ده مرشح فردي تبع برضو حزب ابناء مصر، واللي جنبه المستشار القانوني نبيل ده كان موجود معانا في مؤتمر، كان الحزب عمله لنا كلنا. تمام، حلو جدا. في صور تانية؟ دي حملة أو حاجة؟ ديت كنا عاملين برنامج مع عندنا الدكتورة أمينة المرأة، الدكتورة هويدة غزالة اللي هي واقفة جنبي، الأستاذة هويدة طه ديت في جامعة الزقازيق دي مرشحة معانا، السفيرة نعام ده الكابتن أحمد سليمان اللي هو المدرب، وجنبي أستاذة حنان دي مرشحة برضو بس دي احتياطي، أمينة العمال الأستاذة ماجدة في الحزب. في صور تانية يا شباب؟ هنا برضو دي الأستاذة ماجدة دي معانا أمينة العمال بحزب أبناء مصر، والكابتن هاني ده مدرب فريق الشباب وفي الحزب معانا. دكتورة أماني، بما إن اليومين دول في شوية قلق كده في تطبيق قانون المباني، عايزين نعرف من حضرتك اول ما تمسكي هتعملي ايه في الملف ده، لان الملف ده تقيل قوي. هو الملف ده اساسا ده ملف الشعب كله، مش ملف في فئه معينه، وبالذات الطبقه الوسطى. اكيد حضرتك هو الملف دوت هو كمان تقريبا القانون اتطبق غلط بشكل غلط. لا هو مش اتطبق غلط، هو ليه عيوب وليه مميزات، بس هو في ناس طبقته بشكل خطا. لا بصراحة. هو بس اللي اتطبق فيه بشكل زي ما انت بتقولي او مش خطا، هو ما كانش في ميعاده. هو المفروض القانون هو ليه مزايا، المزايا بتاعته ان هو دلوقتي ادى شرعيه للمباني. تمام. دلوقتي لو حد عايز يدخل مرافق، عايز يدخل اي حاجه، عايز يجيب كارد بعد التصالح، ودلوقتي حاليا احنا اتكلمنا في القانون دوت، وبدانا نتكلم مع الوزراء ونوصل كحزب صوتنا لهم، وبدا ينزل قرارات فعلا بالفعل لغايه دلوقتي بتخفيض سعر المتر. تمام. ولغايه الان اما وكمان الناس هو خلوه بقى بالقسط. قانون التصالح بالربع بيندفع والباقي على 3 سنين على الصوت. في حاجه كمان، ان الناس اللي هي دفعت المبلغ الكبير دوت ده هيجدولوه لهم ويخصموه من السعر الاساسي. بالنسبة بقى للجانب اللي هو مش حبه الشعب، ان هو فعلا اتنفس في وقت ما كانش المفروض يتنفس فيه عشان الكورونا وكده، لان طبعا كنا طالعين من الكورونا والدولة اقتصادها، بل بالعكس العالم كله، فكان المفروض يعني كان من وجهة نظري انا ان كان يتنفس في وقت غير كده، لان الشعب كان طبعا طالع هو مش تعبان، بس هو احنا بنبني البلد زي ما الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي قال هنقدنا بقيتكم نبنيها كلنا من جديد، فالشعب كله يعني موافق او راضي على اساس نبنيها عشان الجيل الجديد مش عشاننا احنا، فما كانش وقته ان القانون التصالح دوت يجي خالص. فان شاء الله هنحاول كده يعني بكل جهدنا نبدا ان احنا نتكلم فيه، ونبدا يعني ايه نشوف الشعب عايز ايه، وهنحاول نعملوه ان شاء الله. ممكن نخفض على فكره من المبلغ اللي هو على 3 سنين، ممكن نشيله عنه، فهنقدم طلبات باذن الله وان شاء الله
نقول موافقة. هو اللي الناس كتير قوي ليه يعني نفسهم اي حد يعملوا ارتفاع الاسعار، عايزين حاجة او قانون يلزم الناس انها يعني مثلا انا اشتري السلعة من هنا بسعر معين اروح في حتة تانية ليها بسعر تاني خالص. احنا عايزين حاجة تظبط السوق. بصي يا استاذة مروة، هو في الوقت الحالي انا مش هقولك ان احنا ممكن نعمل ده. ليه؟ لان احنا البلد كلها كانت واقعة في 30 سنة اللي فاتوا، تمام، فعشان نبنيها فلازم نبنيها كلنا، ما ينفعش جزء مننا يبنيها او ان حد يقول لا انا هتخلى، لاننا كلنا ايدنا في ايد بعض. فلازم معنى ان ايدنا في ايد بعض عشان الجيل الجديد بتاعنا ما يبقاش لا مديون ولا يبقى في نفس العيشة الاقتصادية اللي احنا عشناها ويمر بيها. لا احنا عايزينه يعيش في اقتصاد قوي، وحاليا فعلا احنا بدأنا نوصل لكده، بدليل ان المشاريع اللي الرئيس عملها كلها عملها لمصلحة الشعب كله، مش عملها لفئة معينة. بس هي معظم الناس بتشتكي من غلاء الأسعار. ما هو غلاء بس الأسعار مش يعني مش بشكل دوري 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 ورا بعض. الناس مش قادرة بصراحة في الحتة دي بالذات. هو احنا ممكن نتكلم فيها يعني نظبط السوق شويه في السلع. ممكن انا اكون شاريه حاجه مثلا من منطقه معينه بسعر كذا اروح في منطقه هي نفس السلع ولاقيها مرتفعه. لا هي دي حضرتك السبب الرقابه، دي الرقابه التاجر برضك، يعني الحكومه دي الرقابه. ما هو لازم يعني برضك احنا يبقى في قانون يظبط الاسعار شويه. ما هو حضرتك احنا دورنا اساسا في مجلس الشعب ان احنا مش بنشرع بس، لا احنا بنشرع وننفذ، ودور الرقابه علينا. فدي مسؤوليه مجلس الشعب الجديد، تمام، ان هو لازم يبقى في رقابة على الحاجات دي كلها من دوره. خلينا طالما دخلنا في سيرة مجلس الشعب، بما ان حضرتك مرشحة، ايه رأي حضرتك في أداء المجلس الحالي؟ هو المجلس الحالي أكتريتهم رجال أعمال، فمعنى رجال أعمال أنا كوجهة نظري أو قرائي هم مش هيشعروا بنفس اللي احنا بنشعر بيه الطبقة الوسطى اللي احنا فيها، احتياجاتهم ايه. فهم ممكن يكونوا أثروا شوية إن هم ما نزلوش للشارع وعرفوا إيه متطلباته، فما قدروش يتكلموا أو يعبروا عنهم، لأن هم طبعا أكتريتهم بيتكلموا بالمال السياسي. لكن الناس دي زي ما الأستاذة مروة قالت، الناس دي فقراء جدا، غلابة على قدهم، كلهم حرفيين أو 80% منهم حرفيين والباقي مجرد موظفين ومعاشات، فدخلهم يدوبك على قدهم. فده الدور اللي هم بيلعبوا بيه. اصلا كان في رساله مبعوثه لنا بيقول لك محدود الدخل اصبح يبقى معدوم الدخل في الفتره اللي جايه من كتر غلاء الاسعار اللي عليهم. لان هو فعلا زي ما انت بتقولي الدخل بتاعهم يدوبك يقضيهم، أكيد، لكن ما يفيدش منهم. احنا بنعمل كده برضو لمصلحه اولادنا مش لمصلحتنا. لو حبينا نمشي لمصلحتنا احنا يبقى هنعمل زي ما كنا يعني عايشين قبل كده من 30 سنه بنعمل. ان احنا خلينا ناكد بردك على المبادرات اللي عملها السيد الرئيس، زي ما يغلاش عليك مبادرات الصوانات او الاماكن اللي بيتباع فيها عشان الاستغلال. طبعا طبعا ده هو عامل مشاريع كتير في الامن الغذائي كتير جدا، وبرضه باسعار محدوده. وكمان يا دكتوره لو حضرتك تلاحظي ان الموضوع ده ما اتعملش الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل كده الرئيس اللي قبليه واللي قبليه ما كانش حد كان بيحس بالمواطن خالص. ما كانش في الكلام ده موجود. وبعدين في كمان حاجه هو عاملها، عامل الكارد اللي هو بال 10,000 جنيه اللي هو بتمسكه اللي هو مسؤول عنه اللي هو عن بنك ناصر. اي شاب يقدر ايوه يقدر ياخده. وفي القروض الشخصيه اللي هو عملها دي بدون اي ضمانات، هو مجرد ان انت بتقدم المشروع بتاعك وصوره بطاقه ليك وصوره بطاقه لشخص تاني يضمنك، مش مهم ان انت يكون عندك مرتب او تحول. هل الفوائد بقى ولا فوائده لا الكارد دوت فوائده تقريبا في حدود 5%، فهو يعتبر احنا كان نفسنا كارد كده. مفيش دي برضك دعوه للشباب اللي عايز يعمل حاجه او عايز يستثمر. مستثمر صغير ده برضو على فكره احنا يعني برضو من ضمن الخطه بتاعتنا ان احنا هنعممه على البنوك كلها، ان هو ما يبقاش مقتصر على بنك واحد عشان الكل يستفيد منه، لان في كتير جدا من الشباب ما يعرفوش. وكده فعلا ممكن نقل من البطاله كتير على فكره. لان المشاريع الصغيره لها حيز كبير جدا. انا عن نفسي الرساله بتاعتي برضو في المشاريع الصغيره. بس اعتقد ان 10,000 جنيه مبلغ يا مروه مش كبير شويه، يعني قليل جدا. هو حضرتك ممكن تدفع مقدمه وتكبر المشروع، يعني ممكن تبدا بيه مشروع صغير وانت هتكبره بمجهودك، بس اسم ان فيك معاك دعم من غير ما يبقى معاكش خالص.
يعني مثلا محل صغير هتجيب فيه يعني شويه حاجات هتستثمرها وتكبر انت المشروع. لو انت برضو بصيت لمشروع اوبر دوت مش هتلاقيه يتكلف لا يتعدى حتى السبعة 8000 جنيه، ومشروع كبير ولا من فئة كبيرة جدا، وده مشروع ناجح. طب قبل ما نختم فقرتنا مع حضرتك يا دكتورة أماني، عايزين حضرتك تقولي رسالة لأهل الشرقية عن الدايرة اللي حضرتك تبعها اللي هي شرق الدلتا، هتوجه لهم رسالة. أنا بقول لأهالي الشرقية يا أستاذة مروة أولا والعالم كله، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي، وبقول لهم أي وعد إحنا وعدناه لكم إحنا زي ما وعدناكم هننفذ بإذن الله، وأنتم تعودتوا مننا كده بدون ما نكون في مجلس النواب أو مرشحين. القايمة كلها قايمة علماء مصر، ومن بعضها شخصيات عامة جدا، وكلهم كلكم عارفينهم، مش بعاد عنكم، بل بالعكس من نفس المستوى اللي انتوا فيه اللي هي الطبقة الوسطى، وبإذن الله بنناقش كل المشاكل باسمكم وبلسانكم انتوا. طيب بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك، شرفتينا ونورتينا، وبنتمنى لك النجاح ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتوره اماني. والرسالة الاخيره قبل ما نختم الفقره، انزل وشارك برضك. اشكرك يا استاذ محمد. اشكرك يا استاذه مروه، وكلكم لازم تنزلوا ولازم تشاركوا، لان فعلا صوتكم امانه، وصوتكم هو اللي هيوصل كل مشاكلكم للمجلس النواب اللي انتوا عايزين توصل له وعايزين تتحل من خلاله. ماشي، شكرا لك يا دكتور أماني. بنشكرك طبعا على اللقاء الجميل ده. قبل ما نخرج فاصل حابين ننوه لمشاهدينا ما تروحوش في حتة، لأن لسه هنحتفل معاكم بالمولد النبوي كمان شوية بس بعد الفاصل.